ينضم إلي مشاهدي الكرام عبر الهاتف ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. أستاذ ممدوح أهلا بك ومرحبا. إذا استعدادات على قدم وساق من قبل الوزارة والوزارات المعنية، كل عام وأنت بخير. أولا ضعنا في التفاصيل. كل عام وحضرتك طيب وبخير وكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هناك استعدادات في وزارة التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك. الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعدت خطة لطرح كمية كبيرة جدا من اللحوم السودانية الطازجة في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وهذه الكميات تطرح بسعر 85 جنيه كما أسلفت حضرتك في التقديم. لو بصينا على أسعار اللحم السوداني الطازجة بمسيرتها في السوق الحرة هنلاقي إن فيه طبعا فرق كبير جدا، والكميات كبيرة جدا اللي بنطرحها عشان نعمل إتاحة للحوم في الأسواق، ونحاول نعمل سيطرة أو نعمل توازن ونزود الطلب ونحاول ندفع الأسعار انخفاضا أمكن اللي هي في السوق الحر. زي ما حضرتك شايف الأسواق الحرة فيها اللحوم البلدية أسعارها مرتفعة، فاللحوم السودانية الطازجة بالتأكيد بتعمل توازن وتحدي من الارتفاعات المتتالية للحوم البلدية في الأسواق الحرة. لدينا تنسيق جيد جدا، وهذا بنشكر عليه وزارة الزراعة والوزارات المعنية سواء وزارة التنمية المحلية والزراعة، للتنسيق جهود العمل لطرح كميات كبيرة جدا من السلع الأساسية والاستراتيجية، والمرور بعيد الأضحى المبارك على خير والسلام إن شاء الله بإذن الله. ماذا عن التعاون مع الجهات المختلفة أستاذ ممدوح؟ كما أسلفت حضرتك لدينا تنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ومديريات التموين في جميع المحافظات من أجل مراقبة الأسواق ومراقبة السلع المطروحة والتأكد من إعلان الأسعار وتطبيق القانون على السلع المطروحة في الأسواق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود من أجل سد النقص أو طرح كميات في أي سلعة بيحدث فيها نقص خلال فترة العيد إن شاء الله. بإذن الله، ويعني سنطمئن إن شاء الله الرقابة على الأسواق بتكون في الإطار الممكن، لكن ماذا أيضا عن فكرة الأسعار المنافسة؟ يعني لابد أن نصل في العيد إلى، يعني إحنا لسنا فقط على أعتاب عيد لكن على أعتاب أيضا بدء الدراسة، ماذا حول ذلك أيضا أستاذ ممدوح؟ الحكومة المصرية بتعمل على إتاحة السلع في الأسواق عن طريق تدبيرها من خلال الاستيراد، عن طريق هذا الخدمة الوطنية أو الشركة القابضة أو هيئة السلع التموينية، بنحاول إن احنا نسد الفجوة في أي سلعة موجودة في السوق عن طريق التدبير من السوق المحلي أو عن طريق الاستيراد. لدينا فجوة في السكر تزيد عن مليون طن، تم اتخاذ قرار باستيرادها فورا، وقصيدة السكر كافية لمدة 4 شهور قادمة. لدينا مرسول يزيد عن 1.1 مليون طن في على الأراضي المصرية. بالنسبة للقمح هناك استعدادات مكثفة لتدبير أو لتعزيز الاحتياطيات بشكل مستمر. لدينا 5 مليون طن قمح محلي ما بين محلي وما بين مستورد وتعاقدات قادمة في الفترة القادمة إن شاء الله، تكفينا حتى الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم لمدة 6 أشهر و4 الاحتياط من القمح، وهذا لأول مرة. فيما يخص اللحوم كما أسلفت لدينا عقد ضخم جدا للاستيراد من دولة السودان الشرقيق، يتبقى منه ما يزيد عن 77,000 رأس، وهذه الكميات بترد تباعا للأراضي المصرية لتوفيرها. والدواجن نفس الشيء، اللحوم المجمدة نفس الشيء. إذا حضرتك لما بنخش الحكومة المصرية بتستورد هذه الكميات اللي هي بتمثل فجوات ما بين الإنتاج والاستهلاك، دي بتعمل زيادة في الطلب من أو المعروض في السوق، وبالتأكيد طالما المعروض زايد تقدر تسيطر على الأسعار. هذه خطة الحكومة التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية من أجل تخفيف الآثار الجانبية. طبعا زي ما كلنا شايفين آثار الإصلاح الاقتصادي ظهرت في زيادة الأسعار. الحكومة المصرية بتتحمل مسؤوليتها إن هي بتعتمد على نفسها في تدبير الفجوات ما بين الإنتاج والاستهلاك، ولا تنتظر أحد يدبر ذلك نيابة عنها. شكرا جزيلا لك ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين.